عارفه يا امي، انا كنت على طول اقعد على القهوه ساعه ساعتين كل كام يوم حسب اجازتي من الشغل ولا حاجه، يعني ساعه ساعتين كده في اليوم. فكنت استغرب على الناس اللي قاعده، استغرب اقول ايه ده، الناس دي قاعدين ليه كده من الصبح بالليل، الناس دي ما بتزهقش من القعده، الناس دي ما بتزهقش من القعده في من القعده في على القهوه. فلما اتجوزت بقى وجبت العيال الحلوه دي، فعرفت ليه هما طبعا ايه بيقعدوا على القهوه ليه؟ ليه؟ عشان بيتفصلوا من عيالهم، من الدوشه اللي الواحد بيشوفها طول اليوم. لا يا صداع يعني. والله يا امي. الرجاله يعني ما بتستحملش العياط بتاع العيال الزمني ده. لا هيستحملوا ازاي يعني؟ فعشان كده تبص عليهم، فانا عرفت، فانا عشان كده بقيت عايز اقعد في القهوه من الصبح لليل عشان اطفش منها. يلا الله يكون في عون الناس والله. الله يكون في عون